انت شو صار لك؟ قولي شو صار لك؟ لا ما في شيء، بس الصراحة عم بتضحك على ذكائك. عم بحكي هيك لأني حاسة إنه عن جد أنت أذكى واحد بتعرف عليه بكل حياتي. شو هالحكي؟ شو قصدك بهذا الكلام؟ طيب ماشي، الصراحة أنت من شوي قلت لنا إنك ناوي تاخذ بيتارك منا، مو هيك؟ يعني هيك العالم بتاخذ بيتارة بالقتل؟ إيه، الموت هو أكبر عقاب. وقت العالم بالضيعة بتدرى إنه ديشا ماتت، رح يتعلموا الدرس كتير منيح، ورح يعرفوا نتيجة إنه شي حدا منهم يفكر يغلط مع سانغرام سينغ شوتالا. إذا بتروح بتقول لأهل الضيعة إنك قتلت لديشا ما رح يصدقوك. على فكرة أنت معك إثبات على هالشي؟ أه؟ ما معك. شو بدك تساوي؟ رح تقتلها وتاخد الجثة على الضيعة؟ إيه بس أنت بدك تحرقها للبنت، وهالشي بيعني إنه ما في جثة، صح ولا لا؟ لتكون مفكر إنه أهل الضيعة رح يصدقوك لما تقلن إنك قتلت لديشا وبدون أي دليل. لك شو عم تحكي؟ شو عم تحاول تقولي؟ عم حاول قلك إنه ما لازم تقتل هيك. إذا أنت عن جد حابب تنتقم، معناتها أنت هلأ لازم تتزوجها. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة.